مركي دغيستي بارها دعوه لو حدق لبول عبد الولي حسن جمعالي اوكي او عديي باريس دير كدب ان اي اوسو اف بخدي ان ايديسنها كوباد عيسى محمود دلين او سب بريره اوديلي مرحوم دوكو هلول اساق هلك ايديسنها لواد او اها قرشيهها دعا ايو دلك مرحوم كسر كو حسن مركي دغيستي دودي قرينك او اهيد ان ايديسناش اي اونخريستو ونا فيرس سفاله دنبي فوضي مركي أركتي سورك مرحومك حاشد دقترك عدين يسي لمشاد مرحومك ساركو حسن حدا ومحكمة درجو دكو واد إذا ماذا قلبك سيدي قيبتي دلواتن إتضواد وحا وعداتي إن إذا سناكو واد عيسى محمود دلين وصيك كسا أدلي مرحومك ساركو حسن حالك إذا سناه لواد او أها قرشيها كدن بيي سببنا او أها لمشاد مرحومك ساركو حسن روينا إن او غاريك كدعو سيداس درتيت maxkamaddu waxa uu cadaatay in eedaysanay sare ku xusay ay yihiin dambiyeeyaal galay dambiga lagu soo oogay waxaana maxkamaddu ku kala xukuntay koon ciise maxamuud dalin dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum duko hilow isaaq laba cali xuseen maxamed cali dheere 5 sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamaddu eedaysanaha saddexaad maxamed xasan faarax wax dambi ah oo ku lug lahaashaa dhimashada iyo dhaca marxuum sare ku xusan way ku weysay waxay taliya xabsiga dhaxay degmada baladweyne fariisa إن أصيب دق دق حبسي وصي دايو هدان إيد كلا لو هاي سن ودي أكو غنع سنين حكمك محكمة دوحة أفرن رعفان وبلا توفيق.